بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم جميعا إلى هذه الحلقة. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وفي حق أبينا آدم عليه السلام الخليفة الذي سيجعله في الأرض، قال تعالى لملائكته الكرام: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الحقيقة القرآنية إذن تؤكد أن تبجيل الإنسان وتكريمه سبق إيجاده على الأرض، وأن هذا التكريم تجاوز كل الحدود التي يحلم بها دعاة حقوق الإنسان اليوم، وأنه يسفه ادعاءهم السبق في التمكين لحقوق الإنسان قبل قرنين أو ثلاثة من خلال إعلانات ومبادئ تنزلت بالتقسيط في مفردات ومقاربات شكلية تميل يمينا وشمالا مع ريح السياسة ومزاج الأقوى المسيطر. حقوق الإنسان إذن في نظامنا الإسلامي مصونة مضمونة تعيينا وتمكينا في شمولية محكمة وبتفصيل دقيق. نبحث عن مقاربة التأصيل والتفصيل في هذا الموضوع مع الأستاذ الدكتور إسلم مرشد مصطفى. أهلا بكم. تعيين حقوق الإنسان والتمكين لها هو منة غربية وهبة الدستور الأمريكي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ باريس. الإسلام مقابل ذلك هو دين الغلبة بالسيف، والإنسان فيه مضطهد، والمرأة خاصة مغلوبة ومظلومة، والدين إكراه بالقتال، ونظام العقوبات حدود وقتل وتقطيع ونفي إلى غير ذلك. هذا هو الوعي السائد اليوم في مواقع ومحافل كثيرة من العالم، فيما الحقيقة الإلهية واضحة للجميع. قبل التفصيل في ذلك، نريد تأصيلا لهذه الحقيقة في التركيز على التعالق ما بين كلمة التمكين كمفردة قرآنية وكلمة الحق التي يستخدمها الإنسان اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الخطاب الذي تحدثت عنه يريد الكثير من المسكونين بالتوجه الغربي، إشاعته في عقول الناس، وقد يعتقد الكثير من الناس أنه الحق أو الواقع أيضا، ولكن من عز بزاء ومن غلب سلب. بالعودة إلى التاريخ الإنساني نعلم أن الأمر بالعكس معكوس، ولكن وتبعا للمنهجيات المعروفة فعلنا أن نبدأ من تحديد المفردات المفاهيم وتحديد المفاهيم والمنطلقات. فكلمة الحق، الحق من أسمائه سبحانه وتعالى كما ورد في أسمائه 99 التي أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أحصاها دخل الجنة. والحق ضد الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ومن المعاني اللغوية لكلمة الحق أنه النصيب والحظ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مجال التركة والإرث: إن الله أعطى لكل حق حقه فلا وصية لواره. وقولهم: لا حق لتارك الصلاة في الإسلام. الحق بهذا المعنى بمعنى النصيب والحظ يمكن أن يكون هو منشأ أو مصدر كلمة حقوق الإنسان التي صارت علما على فكرة معينة نشرتها الحضارة الغربية كاكتشاف وكمنة وكتقنين وكاعتبار لمفهوم الإنسان، لمعنى الإنسانية ولتكريم الإنسان. بالعودة أيضا إلى
القرآن الكريم نعلم أن هذا التكريم وهذا التبجيل ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى بمصطلح آخر أو بكلمة أخرى هي كلمة التكريم. وبالعودة إلى المقارنة بين الكلمتين ندرك أن كلمة التكريم أعم وأشمل وأدق من كلمة حق، فالحق قد يناله الشخص مع قدر من الإهانة والإذلال، والحق إذا ارتبط الشخص أو بحث الشخص عنه لا يؤمل ولا يؤمل أن ينال أكثر من حقه. الحق إذن محدود. نعم، لكن التكريم يشمل الحق من باب أولى ويمتد وراء ذلك إلى مفهوم التكريم. والقرآن الكريم كما ذكرت في المقدمة أخبر أن هذا التكريم قررته الإرادة الكونية حتى قبل خلق البشرية، وأن الإعلان عنه والأمر به صدر منه جلت قدرته لعباده المكرمين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ملائكة قال لهم إني خالق بشرا من طين، إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه بالروح فقعوا له ساجدين. طبعا أن السجود هو أمثل أنماط التكريم، ولا سيما من الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما من عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. هذا التكريم ورد صريحا في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم بالبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفي اعتراض إبليس عليه لعنة الله أو في احتجاجه لعدم سجوده لآدم عليه السلام قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إذن المفهوم النابع من الوحي هو كلمة التكريم، وهي كلمة وهو تكريم وموقع ومكانة أمر بها الله سبحانه وتعالى عباده الملائكة أن ينفذها إذا خلق آدم، أمرهم بذلك قبل خلقه. إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخته من روحي فقعوا له ساجدين. هذا إذن عن محاولة لمس دلالة المفهومين. أين هذا؟ أين هي الإرادة الكونية قبل خلق البشر وإعطائه تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بإعطائه هذا التكريم العظيم بالإضافة لمختلف أنواع التكريم الأخرى؟ الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان، لا يراد من البيان هنا مجرد النطق والكلام الذي هو أوصاف سجالة على اللسان، لا يراد مجرد الكلام، وإنما المراد كما يقول المفسرون وكما يقول العقلاء والمناطق في قوله سبحانه وتعالى خلق الإنسان علمه البيان، يعني علمه المنطق العقلي، وذلك عرفه عرفه المناطق بأنه حيوان ناطق هنا لا يريدون بها معبر، يعني لا يريدون بها التعبير مجرد اللفظ، لا يريدون بها مجرد اللفظ، وإنما يريدون بها حيوان عاقل، لأن ذلك هو الذي يميزه عن بقية الحيوانات. والعلاقة بين النطق بالكلام والعقل علاقة وطيدة مضطردة معروفة، وهي التي تنشأ منها نظرية المعرفة والعلاقة بين الفهم والإدراك. وإذن العلاقة بين العقل والكلام علاقة دوارة سببت إشكالية كبيرة للفلاسفة في بحثهم عن العلاقة بين الإدراك والنطق. إذن كلمته هنا خلق علمه البيان هو المعنى الذي ترجمه المناطق بقولهم حيوان ناطق. إذن هذا التكريم الذي لا ينتهي يختلف عن معنى كلمة حقوق الإنسان التي ظهرت نهاية القرن
الثامن عشر والله الثامن نعم الثامن عشر هذا التكريم يسير في كل اتجاه اتجاه الإنسان يسير في اتجاه شخصه المشخص واقعيا على الأرض كحجز ويسير في اتجاه في الاتجاه المعنوي ويسير في اتجاه المكانة والطموح في كل الاتجاهات هذا التكريم يسير في كل الاتجاهات يسير في اتجاه شخصه المشخص بتحريم الاعتداء على شخصه على شخصه ككتلة مخلوقة عامة تحريم نفسه ويسير في اتجاه تحريم الاعتداء على أطرافه على مكوناته ككتلة وكجزئيات مكونة ويسير في اتجاه تكريم عقله على مواقعه المعنوية عقله ومنافعه وحواسه بل وأكثر من ذلك عرضه ومعنوياته يسير هذا التكريم أيضا في اتجاه إرادته وحريته وما يمكن أن يتجه إليه يسير أيضا في اتجاه المساواة الكاملة بينه بينه كمخلوق مع غيره من المخلوقات ولذلك عبر القرآن عنه بني آدم عبر القرآن نعم عبر القرآن عنه بأنه بتعبير يدل على أعمق معاني المساواة وكتبنا عليه فيها أن النفس تدل على الكبير الصغير والصغير والذكر والأنثى أي نفس والعالم والجاهل والملك والسوقة يعني ولذلك جاء التعبير بكلمة نفس لتكون النفس هي مدار الاحترام والتقديس وهي محل هذا التكريم طبعا عندما نعود إلى بيان إعلان حقوق الإنسان الذي صدر 1948 نجد أنه يتكون من 30 مادة المادة الثالثة أو الرابعة أعلنت حرمة الدم الإنساني أو النفس الإنسانية يعني بألفاظ مركبة عادية عندما يقول القرآن الكريم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يعني يأتي المكان التي جعل فيها الله سبحانه وتعالى حرمة النفس تساوي حرمة البشرية الإنسانية البشرية كلها لأن إهدارها يمكن أن تترتب عليه إهدار البشرية كلها ولأن فتح هذا الباب يمكن أن يؤدي إلى إهدار البشرية كلها ونجد أنه حفاظا على هذه النفس جاء الضابط الرادع أو القانون الزاجر لحمايتها ولكن في القصاص حياة كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هنا يمكن أن يقرأ المخالف القراءة البليد بأن قتل النفس للنفس أنه عدم احترام للنفس المعتدية فكيف لك أن تحترم نفسا معتدية ولا تحترم نفسا مزهوقة هو أيهما أولى بالاحترام هذا الذي مظلوم المظلوم واعتدي عليه هذا المظلوم واعتدي عليه أنت بقتلك لمن قتله أنت تحترم ذلك الذي قتله وأنت تحترم بقية الأنفس التي لم يعتدى عليها بعد ولذلك قال ولكن في القصاص حياة ولكن يأولي الألباب نعم يأولي الألباب نعم تماما الذين يفهمون ويعقلون ويفقهون تماما يأولي الألباب إذن تقول يعني هذا مجاج النحل تمدحه وإن تعب قلت لاقيء الزنابير يعني العبارة تحسن وتختم نعم حسن الخلفية نعم فهذا زهقت نفسه هذا قريب من اعتراض المعري على 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 قطع اليد يد بخمسمائين طبعا هو دية اليد من شدة احترام الإسلام لأعضاء الإنسان أنه جعل دية اليد خمسين من الإبل
نصف الدية تقريبا. نصف الدية. نصف الدية. طبعا القاعدة في الفقه أنه إفساد المنفعة يستحق صاحبه الدية بكاملها، وإفساد المتعدد الثنائي له نصف الدية. فمن أفسد منفعة البصر أو منفعة السمع أو منفعة الذوق لزمته دية كاملة، ومن أفسد واحدة من الأيدي مثلا لزمته نصف الدية باعتبار اليدين أنها دية. نعم. المعري طبعا شاعر عظيم عربي، وهو فيلسوف إلى حد ما، فيقول يد بخمسمائين عسجة وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. سرقة ربع الدينار. فأجابه المسلم السني فقال له: عز الأمانة أغلاها، ما حدها يد أمينة ساوي كل شيء. حق. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. إذا النفس التي زهقت النفس هي معصومة قبل أن تكون في موقع الظالم. أما إذا كانت في موقع المظلوم، في موقع الظالم، موقع الظالم، فينبغي أن تعاقب بمثل ما كسبت. نعم، بمثل ما كسبت. هنا هذا هو منتهى العدل. نعم، منتهى العدل بالمنطق العاقل كما قلت. ومنطق حقوق الإنسان هذا. بمنطق أولي الألباب. نعم. بمنطق أولي الألباب. إذن المبادئ الجوهرية الأساسية هي حماية النفس، حماية العقل، حماية العقل. طبعا أنه إضاعة العقل جعل الله سبحانه وتعالى عليها حدا، وهو حرم الإقدام عليها، والإقدام عليها عقوبته حد. ولذلك إذا تحول الإنسان بنعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليها تحول إلى حيوان وغير عقله وإدراكه حتى صار بهيمة لا تعقل، يعاقب بعقوبة حد السكر. وهذا تكريم، وهذا التكريم لا يحق للمسلم إلغاءه. هو عنده الحرية في التصرف، هي الحرية قيمة من القيم الإنسانية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان، وهي قيمة من القيم التي أعلنتها حقوق الإنسان، التي هي قيمة الحرية. صحيح. لكن عندما تعود الحرية على الإنسان بالهمجية، وتعود الحرية على الإنسان بالحيوانية، الفوضى، لا يقبل الإسلام ذلك. تخسر العمارة، يعني أنت حر لكنها حرية العاقلين، ليست حرية الحيوانات. حرية منظمة مضبوطة. ليس لك الحق في أن تدفع بك الحرية إلى أن تحول نفسك إلى حيوان. تحول نفسك إلى هذا المستوى لا يسمح لك به الإسلام، وهي حرية مقيدة. والحرية المقيدة مسلم ضرورتها مسلمة من كل العقلاء في كل العصور والأزمنة. إذا المبادئ الجوهرية اللي هي عصمة النفس الخمسة، هذه الواجبة حماية حفظها، المقاصد الخمس هذه. نعم. هي التي أيضا أعلن عليها فعلا حقوق الإنسان. أنها هي الحقوق مع حرية الاختيار. وهناك أيضا لغط كثير حول حرية العقيدة، حرية الاعتقاد كما حرية الاعتقاد وحرية العقيدة. الإسلام أقر حرية العقيدة من البداية، حتى من بداية إرسال الرسل، لا إكراه في الدين، حتى من بداية إرسال الرسل. ما الذي قاله شعيب لقومه؟ قال: أولو كنا كارهين. يعني لو أخرجنك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، ترجعن تعبد معنا الأصنام والله نطردوك، أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، يعني كان مخالف المنطق ومخالف العقل طبعا تماما. في ذلك العصر. نعم. يعني هو يحتج عليه خالف الفطرة وخالف الفطرة، وهو يدل على أنهم هم يعتبرون أن الإكراه أنه عيبه، أنه عيبه، أنه غير منطقي في زمن شعيب. نعم. قال: أولو كنا كارهين. فالحرية التي أعطاها الله سبحانه، وهي مترددة في يعني غير ما آية من كتاب الله، وهذا ما كرسه القرآن في لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي، وغير ما آية من كتاب الله. نعم.
لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الغي. أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أنت تكره الناس لعلك باخ نفسك على أثرهم على إن لم يؤمنوا بها على وعلى أن لا يكونوا مؤمنين. أنت تكره الناس حتى يكونوا ثم إنه من حيث المنطق إذن هذه حرية اعتقاد تماما. ولكن فقط القوس قد يكون فيه أهمية لبعض المشاهدين. عندنا ليس هناك حرية في الخروج من دائرة الإسلام، وهذا فيه لا فيه كلام وفيه لا لا لا, لا هذا لا يختلف. هو أولا المبدأ الحرية في الاعتقاد مبدأ مسلم شرعا، ثم إنه من ناحية سأتي لسؤالك نعم. منه من ناحية أخرى منطقية، من ناحية المنطقية ما هي الفائدة من أن تكره أحدا على الإيمان؟ هل أنت تنجيه من الخلود في النار إذا أكرهته على الإيمان؟ لا لا لا. هو طبعا سيخلد في النار ما دام لا يؤمن بالله إيمانا صحيحا، فلا فائدة لا جدوائية من ذلك. ثم عندما يتغلب المسلمون في الجهاد على الكفار هل هم يرغمونهم على الإيمان؟ وهل تكون الجزية هي مال مقابل بقائهم على الكفر؟ أبدا، هو الإسلام لا يكره الناس على الإيمان. بالنسبة لقضية الردة التي ذكرت، هي حقيقة قضية هي قريبة مما يسمى في العصر الحادي مع الحالي مع التحفظ على المدلولي بما يسمى بالسيادة، هي الفوضى، هي منع من الفوضى، الدخول في الدين والخروج منه، الدخول في الدين والخروج منه، هي منع وحماية واحترام لديانة المجتمع ولثقافة المجتمع، هي نمط من احترام ثقافة المجتمع. لا يجوز لك أن تتلاعب بثقافة المجتمع ولا بدينه ولا بمقدساته. ما دمت على الكفر فإذا أردت أن تدخل فيه فادخل، وإذا أردت أن تبقى على دينك ضمن الضوابط والشروط المعروفة فلتبقى على دينك، لكن بعد أن تدخل فيه ليس لك أن تتلاعب بعقيدة المجتمع ولا أن تفتح باب الكهري والإيماني والكهري والإيماني، فأنت هنا تفسد على الناس عقيدتهم، وأنت تمهد لهم الفوضى وتسهل عليهم وعلى غيرهم الاستهزاء بالدين. فمن البداية عليك أن تقرر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما قررت قريش بندا من البنود قالوا من جاءكم من جاءنا من المسلمين وهو مرتد عن الإسلام لا نعيده لكم، ومن جاءكم منا تعيده إلينا. وطبعا قبيلة على مضض ولحكمة أيضا، ولم يقبله على مضض ولحكمة، هو المسلمون كانوا هو على من ارتد عن الإسلام لا حاجة للمسلمين فيه حاجة. لأن القناعة هي المهمة أصلا، قاع ضرر هو من نفسه. ومن قبل ومن اقتنع بالإسلام حتى ولو قال ولو بقي جالسا بين الكفار نعم. لا ينفعهم بقاؤهم أسرة آل ياسر لا ينفعهم ذلك نعم. ولذلك القضية قضية مبدئية. هناك ناظم الأبيات يقول أبيات لطيفة تتعلق بمقاصد الجهاد. ليس من مقاصد الجهاد إرغام الناس على الكفر، ليس ذلك على الإسلام، لا على الإسلام. ولذلك يقول الناظم ومن مقاصد الجهاد أن تباد كل القوة المستعبدات للعباد، كل القوة المستعبدات للعباد. يعني أنه من مقاصد الجهاد إعطاء الحرية للناس. هذه الأمة المغلوبة والعامة المغلوبة من طرف السلطة عليك أن تجعلها في وضعية تختار هذا الدين أو ذاك. ومن مقاصد الجهاد أن تباد كل القوى المستعبدات للعباد. فالنفس إن تحررت وأطلقت عادت لرشدها، وإن شاءت أبت. إذن هو عكس ما يروج له. إذن من مقاصد الجهاد جعل العامة المستعبدين من طرف السلطات الظالمة، عامة المستعبدات من طرف السلطات، جعلها في مناخ من الحرية والاختيار تختار به هذا الدين أو ذلك الدين. فإذا رأت عدالة الإسلام وشاءت القدوة رأت القدوة الحسنة وتمكنت من القدوة الحسنة
لا يمكن، لا بد أن تخدع. مثلا تطبيقا القياصرة، جهاد القياصرة وقتالهم وقتال الأكاسرة في ذلك الوقت في العالم الأول، هو تحرير للعامة والناس الذين يهون، هو إتاحة، هو إبلاغ للدعوة. نعم، الجهاد صريح في أنه يهدف إلى أمور ثلاثة: التبليغ وصد العدوان وإعانة المستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذن هذه هي الأهداف الثلاثة للجهاد. ولو أنا أقول التبليغ وليس إرغام الناس، وليس إرغام الناس على أن يؤمنوا، لأنه لا فائدة من إكراه الناس. صحيح. إذن هو مبدئيا وخاصة عند المسلمين إسلامية كل هذه المزايا، حقوق الإنسان وما إليها، إسلامية ثابتة ومعروفة. ولكن قد يقول قائل هذا هو إسلامكم وهذا هو مبادئكم، هذه هي مبادئكم، ولكن لم تنزلوها على أرض الواقع، لم تطبقوها. نحن أخذنا المبادرة وطبقناها على أرض الواقع، حتى أن الآن يقولون الغرب إسلام بلا مسلمين. نحن طبقناها ولنا الفضل في إخراجها للناس وتنهيجها حتى تكون شرعات قابلة للتطبيق ومعيشة. أنتم فقط تتغنون بجواهر إسلامية وضعت وطرحت وجاءت في الوحي، ولكنها مع 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 يعني الميل الذي حصل في تاريخ الإسلام لم تطبقوا هذه الأشياء. على كل هو نحن لا نريد الموازنة. نعم. لأن على التفضيل ينبغي أن يكون هناك اشتراك في القاعدة. نعم. في القاعدة التي يتم الانطلاق منها حتى يكون التفضيل ممكن. يعني لا مجال للتفضيل لدينا عند الله الإسلام. لكن نقول أولا لا يمكن لأحد من يعني لجهة من الحضارة الأخرى أن تدعي أنها تحترم حقوق الإنسان أصلا. يعني إذن هذا مردود عليهم يعني واقعيا، هذا من ناحية الواقع. وأبو غريب ليس ببعيد عنا في العراق، يعني معروف، يعني كأنك تشير على تاريخ الاستعمار وظلم الشعوب واستنزاف خيراتها، وحتى ما يسمى بالموازين غير المعتدلة والمكيال. يعني هو لا تزال دول قائمة موجودة إلى الآن، دول بكاملها بشعوبها قائمة على الظلم والقهر. لا يعني لا قصدي دول قائمة هي أثر من آثار الاستعباد. ولا تزال الموانئ التي مورست فيها نخاسة. يعني لا نريد تموضع كثيرا في ذلك الاتجاه. يعني لكن ما أريد أن أقوله عن العبارة هذه التي يقال عبارة وجدت مسلمين بغير إسلام، هو لا ينبغي أن يفهم الكلام خطأ. هذا كلام من مسلم يستنقص على المسلمين سلوكهم. وليس كلاما من مسلم جديد على كل حال. مسلم يعجب بالكفار. القضية ليست قضية إعجاب. يعني الآية مقلوبة. لا يعني هو المعنى هو المعنى يهديه منه إلى استنقاص سلوك المسلمين رغم القواعد الموجودة عندهم ذهبية. نعم رغم القواعد الذهبية الموجودة عندهم. يعني هو استصار أو استنقاص لما ينبغي أن يكون عليه نقول توززت على كل حال. تماما هي تماما تماما وليس إعجابا بالآخر. نعم تماما هو هذا. نحن ما نريد أن نقرره هو أن هذه المبادئ أنها مبادئ تكرم الله سبحانه وتعالى بها على البشرية قبل على الإنسان قبل خلقه. حتى قبل خلقه. حتى قبل خلقه. هو مهد ممهد أصلا للإنسان المكرم. حتى قبل خلقه. وأنه كما حرم إزهاقه، وطبعا أنه احترام أنه الاعتداء على حقوق الإنسان وجد مبكرا وجد في ابناء آدم. يعني نعم أول حادثة يعني. أول حادثة معروفة. أول حادثة معروفة يعني وجد أمر اعتداء على حقوق الإنسان وجد. ولذلك الملائكة عندما أخبرهم جلت قدرته أنه سيخلق هذا الإنسان بادروا إلى استغربوا ذلك. بادروا إلى القول له جلت قدرته أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء حقبة أتجعل فيها. يعني هم
بغض النظر عن مصدر معلوماتهم. نعم. عن هذه الرؤى المستقبلية. هذا يؤكد نظرية أنه كانت موجود خلق قبل الإنسان على الأرض، ليس الإنسان هو يعني الشياطين. نحن نقول بغض النظر عن مصدر معلوماتهم. نعم. عن مصدر معلوماتهم. هم قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني هم تصوروا هذا التصور. وكان الأمر كذلك. صحيح. وكان الأمر كذلك. هابيل وهابيل بسرعة. نعم. فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وذلك فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. إذن هذه الممارسة هذه الممارسة قديمة، يعني ليست ممارسة وممارستها لا تعني تقصيرا في المبدأ ولا تعني تقصيرا في صلاحية الرسالة لإصلاح الخلق والبشر. نعم. في كل زمان. في كل زمان. أنا هذه المقاربة سنعود إليها، ولكن يستهويني أن نعمق قليلا. أن الغرب الذي يتشدق بحقوق الإنسان ويفرضها هنا ويفرضها هناك، وباسمها يقوم بمجموعة من الأحداث كبيرة جدا ولها أثرها في تاريخ البشرية. أنتم أشرتم إلى أن حتى الحقوق التي يتكلمون عنها لم تطبق عندهم ولم يحترموها، فكأنهم خسروا في المسألتين، خسروا في الدعاء أنهم سابقين له الإنسان، وخسروا أيضا في الدعاء أنهم هذا أمر مفروغ منه ولا خلاف فيه. أولا الفكرة التي قادت الغرب الحضارة الغربية إلى تقرير حقوق الإنسان إما أن تكون اقتداء وتقليدا للفكر الديني الإسلامي بضاعتنا. نعم. هي مأخوذة من بضاعتنا بالاحتكاك من الحضارات الموجودة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وإما أن تكون ثمرة للحروب القارية والحروب الإقليمية والحروب العالمية وما مورس فيها اتجاه البشرية من همجية. فقاد الأمر قاد قانون الغاب عقلاء القوم إلى وضع قواعد يلتزم بها أو تراعي يلتزم بها الضعاف ولا يلتزم بها الأقوياء، يلتزم بها الناس العامة ولا يلتزم بها أصحاب المصالح. يعني عندما يكون الاقتصاد يحتاج لاحتلال دولة ونهب ثرواتها وأخذ موادها الأولية مكيافيلية وأخذ موادها الأولية. نعم. وتجنيد أبنائها لتوسيع رقعة الإمبراطورية وقهر مجموعة أخرى من الشعوب، عندما يحتاج الاقتصاد ويحتاج التوسع السياسي إلى هذا، فلا مجال لما رسم في حقوقي ننسى حقوق الإنسان. لا مجال لذلك. وأبعد ما يوجد عند الغرب من في الواقع حرية العقيدة. حرية العقيدة لا مجال لها هناك. طبعا لا مجال لها هناك. وممارسات القوة العظمى اتجاه المصاحف واتجاه المساجين. إساءة على الأنبياء. واتجاه المصاحف واتجاه النبي صلى الله عليه وسلم واتجاه الرموز الدينية. ولذلك لا تزال القوة الضاغطة في الغرب، القوة المفكرة، القوة الكاتبة المتنورة، القوة الفاعلة، لا تزال ترفض إلى حد الساعة سن قانون يمنع الاعتداء على الرموز الدينية، لا تزال مانعة من هذا، رغم أنهم في النهاية خضعوا لقوانين هذه يعني السفيهة الدنيئة اللي فرنسا وأمريكا همجية قوم لوط. نعم. ما سبقكم بها في أحد من العالمين. إذا معناه على أنه الخلاصة التي نريد أن نصل إليها في الموضوع هو أن هذه الحقوق أن هذا التكريم الذي تفضل الله سبحانه وتعالى به على البشر كافة وعلى بني آدم، وأنه سواهم جميعا فيه مسلمهم وكافرهم. مسلمهم وكافرهم. الكافر عنده هذه الحقوق كاملة. العلماء مختلفون هل إباحة قتل الكافر سببها اعتداؤه أم سببها كفره.
والأغلبية الساحقة من العلماء على أن سببها الاعتداء. أذن الذين قاتلون بأنهم ظلموا. ظلموا. بأنهم ظلموا. ولذلك فسر حتى ظلموا، فسر ظلموا، كيف ظلموا؟ قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. حق. الذين يقولون نعم. أن تقول أن يقول ربي الله. نعم. تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. نعم. إذن هذه هي المبادئ الجوهرية الأصلية الحقيقية الدقيقة الثابتة. نعم. بغض النظر عن تفسير هنا وهناك. طيب لو أردنا أن نتموضع معهم ونقسم هذه التقسيمات الفسيفسائية، يتكلمون عن حرية التعبير، يتكلمون عن حرية الاعتقاد، عن حرية التجمع، عن كل فئة أيضا يخصونها بمجموعة من الحقوق، تأصيل ذلك في قواعد الإسلام واتجاهاته. احنا حرية التعبير ليست حقا بالنسبة لنا، هي داخلة في سياق التكاليف. هي ليس فقط حق، بل هي واجب. هي ليست حق، بل هي واجب يعني. هي واجب، هي في سياق التكاليف. نعم. احنا عندنا حرية التعبير هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والسكوت دونه. نعم، هي التعبير، هي التعبير عن الإرادة. التعبير عن الإرادة في التصرف. ولذلك إما تكون التعبير عن الإرادة في التصرف أو التعبير في مجال الشأن العامي ومخالفة والتعبير الاقتصادي والتعبير الاجتماعي والتعبير الثقافي، إما أن تكون تعبيرا عن شأن عام بغض النظر عن متعلقه ثقافيا أو اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا، وإما أن تكون تعبيرا عن إرادة. التعبير عن الإرادة هذا أمر واجب، وإلا تسرب إلى التصرف عيب القهر والإكراه، وهو عيب يبطل الحقوق، يبطل العقود. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولذلك لا طلاق في إغلاق، فلا بد أن تكون التصرفات صادرة عن إرادة، صادرة عن إرادة خالصة حرة، ليست إرادة حرة، ليست إرادة مقهورة، وليست إرادة مجاملة. ولذلك مسألة الإكراه في الطلاق معروفة، ما أحدثته من ضجة سياسية. والإكراه في البيع، في البيع. نعم. عقد البيع بما يدل على الرضا في المختصر. صح. إذن رضا. نعم. كلمة مغطية مساحة واسعة من. نعم تماما. من الإرادات و. نعم. العقود. وليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني. نعم. لا وراء وراءها. نعم. يعني لأنه ولذلك هذا بالنسبة للتعبير عن الإرادة. عن ضرورة التعبير عن الإرادة. ولو لم تكن الإرادة، مقصودة، إرادة الإنسان مقصودة ومطلوبة، لما رتب عليها الشارع العقاب والثواب. نعم زين، هذا صحيح. لما رتب عليها الشارع النية فيها. نعم، لما رتب عليها الشارع الثواب والعقاب. ولذلك الإرادة مقصودة، وهي حرية مخولة. ضمن المعلومات المتاحة للإنسان. إنسان تتاح له معلومات موضوعية. يختار من بينها بحرية كاملة التصرف الذي يريد أن يفعله، بما في ذلك التصرف المخالف للقواعد الشرعية. فترتب العقوبة على ذلك، ولا حجة له في القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر ليس متاحين له في القضايا الموضوعية للاختيار. هو أتيحت له موضوعات وقضايا موضوعية تمكنه من حرية الاختيار. ولذلك قال له القرآن، قال القرآن رتب على ذلك القرآن: ليس للإنسان إلا ما سعى، كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة. يعني هذا الكسب والاكتساب مستند على حرية الإرادة، على حرية الاختيار في الحدود المتاحة له، في المعطيات الموضوعية المتاحة له، يختار من بين ذلك. أما بالنسبة للتعبير، حرية التعبير في القضايا العامة. قبل أن نتجاوز الإرادة، فقط بيت هذا: وكان من عجائب الجباري أن يجبر العبد بالاختيار. ذا معنى شنو؟ أن يجبره بالاختيار حتى في العقيدة وفي نحن لا نريد أن نتناول تفصيلات، يعني على يعني على الوقت على, على, على أمواج الإرسال أمواج الإرسال قضية الجبر والاختيار. نعم. والفلسفة. نعم نعم. والفلسفة والتعاطي فيها. نعم. الأشعرية خرجوا من المأزق بأمر سموه الكسب. أن العبد نعم نعم قال نعم له كسب به يكله شرعا ولا تاثير منه يعرف. ومن العقائد من ينكر عليهم ذلك.
إنما كما قلت لك نقول الظروف المتاحة للإنسان، الظروف الموضوعية المتاحة له هي أنه جعل في موقع وظرف هو يختار فيه ما يحلو له، اختار مصر وهديناه النجدين. معنى هديناه النجدين معناه أعطيناه العقل، نعم أعطيناه العقل وهيئنا له الظروف الموضوعية وقلنا له اختار. نعم هو لا يعرف شيئا عن القضاء والقدر، ولا ليس مسؤول عن ذلك، هو لا علاقة له بالقضاء والقدر ولا يعرف عنه شيئا، ولا يعرف هل الله سبحانه وتعالى قدر له الهداية أو قدر له غيره. لكن عليه ولذلك ما دام لا يعرف هذا الموضوع ولا صلة له به ولا يمكنه أن يطلع عليه إلا بعد الوقوع، إذا كان مؤمنا قد يهتدي إليه بعد الوقوع، فالوسائل الموضوعية له هي التي أعطته الانطلاق. هذا الانطلاق هو اللي يسمى الأشاعرة الكسب، وهو نوع معناه الحرية المطلقة في تصرفه أعطيت له بموازين موضوعية تكفي هذه الموازين الموضوعية لأن يختار بارتياح، أن يختار بارتياح وبوسائله العقلية وأماراته وقرائنه وغرائزه والاستجابة لها أو عكس ذلك. نعم. ما بالنسبة لحرية التعبير في المجالات العامة في القضايا العامة في الشأن العام فهذا أمر فهذا داخل في سياق التكليف، ولذلك يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشروط ذلك. إذن حرية التعبير في المجالات العامة سواء كانت حرية سياسية حرية ثقافية أو حرية اقتصادية، هذه حرية ليست مخولة وليست حق، وإنما هي واجب شرعا، واجب أصلا فطري، وإنما هي واجب شرعا. لكن لو ذهبنا أكثر في التفصيل ونجد المرأة في المسجد ترد كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، نعم هذا حرية في التعبير، أليس هذا درسا في التعبير قبل أنها وحرية سياسية، وهي سياسية أخطأ عمر وأصابت امرأة وحرية للمرأة تمنعنا شيئا أعطانا الله، نعم وحرية نعم للمرأة أيضا هذا أيضا نعم رمي كاتل نعم وحرية للمرأة قضية المرأة ايه؟ دندن عليها الكثيرون أيضا، هو هي المساواة لا يمكن أن تكون إلا في الفرص أو في الحق والواجب، نعم يستحيل أن توجد في عالم الواقع، نعم وبالمنطق العقلي مساواة عمياء مساواة مطلقة، هناك مساواة في الحق والواجب، يعني أطلب منك من الحق حقوقي أجعل عليك من الواجبات ما أعطيك قدره من الحقوق وأعطيك هناك ميزان، نعم هناك ميزان، ولذلك القرآن قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لماذا القرآن يلزم الرجل بتكاليف لا يلزم بها المرأة؟ لماذا يجب عليها الجهاد؟ عليه الجهاد ولا يجبه عليها إلا جهاد الدفع، ولماذا يجب عليه الإنفاق والسعي إلى الجمعة ولا يجب عليه عليها ذلك، لماذا يجب عليه نفق التكاليف الاقتصادية في البيت دوامة. نعم والتكاليف الاقتصادية ولا يوجد السبب الحقيقي هو أن القدرات والمؤهلات عنده تخوله أداء هذه الواجبات، وقد لا تكون القدرات البيولوجية والنفسية عندها. اسمح لي نقبل إلى عاد معنا حد متدخل عبر الهاتف. نعم لم أسمع. نعم احنا قاعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل تفضل. السلام عليكم. تفضل تكلم تكلم. كيف حالكم يا قلبات؟ ما شاء الله يا مرحبا. أنا أختار أشارك معكم شوي والله أشارك معكم شوي بمداخلة. والله تفضل تفضل، ولا ولا لا أحاول أختصر لأن الوقت الليلة ما هو حتى واسع. تفضل. ذلك قال الشيخ والله إذا زين حتى والقصد من الإسلام الإسلام قصد منه حرية، الحرية والعدالة والمساواة. قصد منه والله زاد يسمح بهم وحرية الاعتقاد مولي.
وهذا اللي قال فيه زين اللي مولانا يقول لا إكراه في الدين. إلا أن هذه الآية إلينا أرسل مدينة جبر بعض من الأحاديث تقول عكسها. مثلا إلينا قال إن عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا بي وبما جئت به، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا لا يعد متعارض مع 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 الآية الكريمة، وهذا ظهر كثير وتشكل الوعي الفكري الحالي اللي تشوف بعض من المسلمين يمشي واحد منهم يفجر راسه، يمشي واحد منهم يكتل مدة على ثبت عنهم كفار وهو اعتقاده عنه ما في جهاد في سبيل الله وعنه لا يدخل الجنة بكتيل وزوك الناس بإذن ما في جهاد. هذا واضح. خلي التفصيل الفكرة واضحة، خلي التفصيل معناها بس نقدر نتقدم شوي كان مسلم. طيب لين نتقدم شوي، فكرتك الآن واصلة واضحة. من فضلك شوي حنين ما عندي أثر الوقت، أنت الآن فكرتك واضحة تماما. لا هنا عقب إن شاء الله هنا ولا ينسبقهم اللي والله هذا الله. التعارض الشكلي بين الحديث الشريف وبين الآية الكريمة. ما نعرف كان قول إنهم متعارضين كان مثلا إقبال لائقة. لا يعني هو يدعو كما قال تعبيرته كما قال الشيخ دفع إيهام الاضطراب عن أي كتاب. نعم هو مقولته له لها وجه ينبغي أن يقال ذلك. القرآن الكريم فيه آيات أمرت بالجهاد مقيدا، وفيه آيات أمرت بالجهاد مطلقا. الآيات التي ما أمرت بالجهاد مقيدا هي قوله تعالى وإذن للذين يقاتل، هي مجرد الإذن ليس أمرا. نعم. الآية الأخرى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك، وهي مقيدة أيضا مش مقيدة الذين يقاتلونك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والآية المقيدة ولا تقاتل قاتلوا عند المسجد ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. اللبس وأوجات الآية الأخرى والحديث حديث الذي ذكر وإن كانت الرواية الصيغة التي ذكرها ليست هي الرواية تقول لا إله إلا الله. نعم ليست هي الصيغة المشهورة. نعم هذا أيضا وارد. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن الآيات العامة الكثير من المحققين من المفسرين حملوا العموم والإطلاق الموجود في الآيات حملوه على الآيات المقيدة اللي هو العدوان اللي هو صد العدوان. ولذلك قالوا الجهاد لا يكون إلا لصد عدوان واقع أو متوقع. ولذلك أكثرية الغزوات التي حارب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صد للعدوان. بدر كانت في ضواحي المدينة وكانت مع قوم أخبر القرآن أنهم ظالمون. وإن الذين يقاتلون بأنه ظلموا وإن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أحد كانت هجوم من المدينة من مكة على المدينة. حتى أن بدر حتى الأحزاب. نعم. الأحزاب. نعم. كانت هجوم من المدينة من مكة على المدينة. نعم. لكن ما يلتبس على الناس هو ضرورة إبلاغ الدعوة وضرورة القتال. هناك من العلماء والمفسرين من يقول إن قوله تعالى قاتلوا في سبيل الله أن المقاتلة ليست فقط بالسيف يعني لا أن المقاتلة تدل على المفاعلة. نعم. وتدل على نعم تدل على رد الفعل. نعم. فالأمر لم يقل اقتلوا في سبيل الله، لا قال قاتلوا في سبيل الله. معناه تفاعلوا مع مقاتلتهم لكم. الإسلام أوجب إبلاغ الدعوة. هناك آية الغرب لاحق فيهم بعيد اقتلوهم حيث ثقفتموهم في سياق آخر ربما مستزم. لا هذه وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. نعم. أخرجوهم من حيث أخرجوكم. نعم. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إذن
إذن هذه الآيات مرتبة عليها كما قلت، المفسرون يقولون المطلق من الآيات محمول على المقيد، وما يلتبس على الناس كما قلت هو وجوب إبلاغ الدعوة. المسلمون عند تكون عندهم القدرة على إبلاغ الدعوة، وهذا هو الذي أمرهم القرآن به، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوته، أعدوا، عندما يكون الإعداد واصل لدرجة القدرة على إبلاغ الدعوة ينبغي أن تبلغ الدعوة. اللي قلنا قبيل أعلنها كشف ومهيمنة على الضعفاء والعامة. نعم، وهذا هو اللي قلنا، ومن مقاصد الجهاد أن تباد كل القوى المستعبدات للعباد. نعم، فالنفس إن اطلقت وإيش حر عادت لنفسها. نعم نعم، إن تجبر حريتها عادت لنفسها. نعم، وإن شاءت أبت. وكما قلت لك أيضا، احنا عندنا قاعدة معروفة، المسألة إذا لم يترتب عليها مقصود لم تشرع. ما هي الفائدة من إرغام شخص على الإسلام وهو لا ينقذه ذلك من الخلود في النار؟ أنت إذا أرغمته على أن يقول لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله تحت الإكراه والتهديد بالسيف، هو سليم منك وكان مسلما ظاهرا، لكن ذلك لا ينجيه من الخلود في النار ما دام ليس مقتنعا بما قال. إذن لا يهده الإسلام إلى هذا النوع من الإيمان من الإسلام، وهو النطق باللسان والكفر بالجنان، هذا لا يهده إليه الإسلام، لا بد أن يتبعه. ولذلك المسلمون عندما يأتون لإبلاغ اللي من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يكتب الرسائل للملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام؟ لماذا قبل أن يقاتل؟ لكنه إذا كانت لديه القدرة على الإبلاغ يجب عليه أن يبلغ هذا الدين. والغريب أن العقلية الحضارية اليوم تعتبر المنع من التبليغ اعتداء على الحرية. اليوم التبليغ صار العالم اليوم مقتنعا بأن على كل أن يبلغ دعوته، باعتبار الشعب من التعبير على الأقل. نعم، باعتبار ليس ذلك فقط، باعتبار الثقافة مشاعة. نعم نعم نعم، وأن تبليغ المعرفة حق المعرفة. نعم، وأن تبليغ المعرفة جزء من التقدم الحضاري، جزء من التقدم الحضاري. خلينا مسالمين كلنا. لو قلت أنت قل دعوتك، أنا ماني أقول دعوتك، لكن المؤمن الصادق ما يعني هي دعوة لا يقبلها العاقل ولا الجاهل. عندما تقول لي أنا لا يدعيك لتؤمن برب يتألف من ثلاث أشياء، ما مرقنا من السلطان المادي على جهة، ما مرقنا من السلطان المادي على جهة. إذا معناها على أنه لا ينبغي أن يلتبس على الناس وجوب إبلاغ الدعوة ووجوب، وهذا هو الجهاد. نعم، هذا هو الجهاد، هو الحقيقي الجهاد. الجهاد كما قلت مقاصد أهدافه ثلاثة: صد العدوان الواقعي أو المتوقعي. والعدوان المتوقعي هذا هو ماذا يقول محمد مولود في الكفاف، متأخري الفقهاء. نعم، متأخري جهاد أهل الكفر إن خيفوا، لاحظت الشرط هذا، إن خيفوا يجب، ذاك متوقع، إن خيفوا هذا محل شاهد. نعم، إن خيفوا يجب كفاية بكل عام، وطلب القول الثاني وطلب حتما على الأصح حيث أمنوا ولم يعاهدوا ولم يؤمنوا. نعم، معناه أن الرأي الثاني عند العلماء أن المبادرة بالجهاد حتى من الكفار المؤتمنين أنها واجبة، لكن في حدود إبلاغ الدعوة. نعم، ولذلك لو كان الإرغام على القتال على الإيمان من ضرورات الدين لما كانت الجزية خيار. نعم نعم، ولكانت جريمة الموجود في الصومعة يتعبد الله، لكانت جريمة هذا الذي يعبد الله على غير هدى أكبر من جريمة ذلك الذي لا يعبد شيئا. نعم، ولكانت المرأة التي المسيحية التي لا تقاتل وهي كافرة تقتل. نعم، نحن لم نقتلها لأن كفرها العدوان. نعم، لأن التي ليس كفر، ليس الكفر ليس خوف العالم، وإنما هو المقاتلة، القدرة. نعم، على المقاتلة. نعم، المقاتلة كلمة يعني ثم تحليل دقيق جدا. نعم، المفاعلة قاتلوهم. نعم، شوفوا إن إعاد معنا من زال حد الهاتف، احنا لا
لا ما ان حتى طارسين السبيل لا والمهم المشاهدين هو المهم تتضح الفكره. نعم نعم صحيح تفضلوا. نعم اذا انقطع الخط ما تدري موجود معنا. اذا طيب اذا تحدث عن حقوق المراه حقوق التعبير احنا كنا نتحدث عن حقوق المراه. نعم. لان حقوق المراه حد يعرف كان عنده حق ولا ما حق يوزن بالواجب اللي عليه يوزن بالواجب عليه. اولا هي حقها الانساني متساويه فيه هي والرجل. الحق الانساني متساوي حرمتها الانسانيه متساويه فيه هي والرجل. للاسف يبدو ان الوقت انتهى واحنا على باب النشره. اذا فقط بسرعه تزيد لكن لبعد اذا نتذكر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الموازنه الموازنه بين الحق والواجب هي التي هي ميزان المساواه هي ميزان العداله. اعطيت من الحقوق ما جعل عليها من الواجبات. لا فضيله العلامه قال لان ما استكملنا بحث موضوعنا قدونا نشوفه حلقه اخرى ان شاء الله تعالى. يعني كما يحلو لكم تقيمون ذلك. رانا معلقين نقاشنا في الحلقة إن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وموضوعه حقوق الإنسان في الإسلام الشمولية والدقة والكمال وعلى ضوء ذلك أين التطبيقات الوضعية لحقوق الإنسان من المبادئ المعروفة في الإسلام. وإذا إن شاء الله نعلق هذه المقاربة إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى وفيها مجموعة من الجيوب والمحاور ما مسيناها إذا لم يقع عارضه. إذا لم يقع عارضه طبعا 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 على كل حال هذا ما نأمل إن شاء الله أنه ما يحصل. إذا أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور يسلم والسيد المصطفى وأشكر المشاهدين الذين سهروا معنا وأنقل لهم تحيات المخرج بابو الميني وباقي الفريق الفني. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.